السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في جدول مباراتنا اليوم الثلاثة 24 مباراة من كاس مارادونا، المباراة الأولى تاريخيا، والدوري الألماني والإنجليزي، وكاس إيطاليا دور ال 32، وكاس ملك أسبانيا الدور الثاني، والدوري الجزائري، ودوري الأمير محمد بن سلمان. يلا بقى شاركنا في التعليقات توقعك لمباراتك المفضلة وانتظر مننا كل جديد. البداية في كاس مارادونا، برشلونة وبوكا جونيور، السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. في الدوري الألماني، شتوتغارت وبايرن ميونخ، السابعة والنصف مساء، فولفسبورغ وكولن، التاسعة والنصف مساء، ماينز وهيرتا برلين، التاسعة والنصف مساء، أرمينيا بليفيليت وبوخوم، التاسعة والنصف مساء. في دوري الأمير محمد بن سلمان، أحد والدرعية، الثانية وخمسة وثلاثين دقيقة عصرا، بيشة والعدالة، الثانية وخمسة وثلاثين دقيقة عصرا، النهضة والعروبة، الرابعة وخمسة وعشرين دقيقة عصرا، الجبل والساحل، الرابعة والنصف عصرا. في الدوري الإنجليزي، برينتفورد ومان يونايتد، التاسعة والنصف مساء، نورويتش سيتي وأستون فيلا، العاشرة إلى الربع مساء، مان سيتي وليدز يونايتد، العاشرة مساء. في كاس ملك أسبانيا الدور الثاني، سان سبستيان وفونيل برادا، الثامنة مساء، اندورا وسيلتا فيجو، الثامنة مساء، ريال سراقسطا وبورغوس، التاسعة مساء، هويسكا وجيرونا، التاسعة مساء، رايو مخازونادا ومالقا، التاسعة مساء، لينريس وألفيس، العاشرة مساء، الكيونا وإليفانتي، العاشرة مساء، كريستو أتلتيكو وأسبانيول، العاشرة مساء. في كاس إيطاليا الدور ال 32، فينزيا وترانا، الرابعة عصرا، أودينيزي وكورتوني، السابعة مساء، جنوا وسيلر ناتانيا، العاشرة مساء. في الدوري الجزائري الدرجة الأولى، شبيبة الصوارة وشبيبة القبائل، السادسة مساء. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معنا النهاردة اليوم الثلاث. نتمنى تكون الفقرة خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم جدا على دعمكم.